السيدات والسادة رؤساء الفرق والمجموعة المنيرية، السادة الأساتذة الكرام، السيدات والزملاء، السيدات والسادة. قبل 10 سنوات احتضنت المؤسسة التشريعية الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع برايات ورهانات وطنية كبرى يمكن تلخيصها في طموح تقوية حقل لا محيد عن مساهمته في ترسيخ البناء المؤسسات وتعزيز الديمقراطية ونشر ثقافتها وتيسير الانفتاح وتكريس الاختلاف وبالأساس الدفاع عن القضايا الحيوية لبلادنا. واسمحوا لي قبل أن أعود إلى أهم مخرجات هذا الحوار والتي ما تزال تكتسي راهنية كبرى اليوم، وإلى غاية لقائنا هذا أن أرحب بكم وبكنا جميعا وأثني على استجابتكم لدعوة رئاسة مجلس النواب من أجل نقاش هادئ نتوخاه منتجا بخلاصات قابلة للتنفيذ تسعف في تطوير حقنا الإعلامي تنظيما ونموذجا اقتصاديا ومحتوى تحريريا. وقد استحضرنا عندما كنا نفكر في تنظيم هذا اليوم فلسفة وروح التوافق والإنضاج التي طبعت دوما منهجية الإصلاح في بلادنا، والتي رسخها صاحب جلالة الملك محمد السادس أعزه الله في مختلف الإصلاحات والأوراش المغيبة، يعني بذلك بلورة محتوى دستور المملكة وقبله مدونة الأسرة وتقرير الخمسينية والجهوية المتقدمة وإصلاح التعليم والنموذج التنموي الجديد. وقد سار الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع على هذه المنهجية وتمثلها سواء فيما يرجع إلى تركيبة هيئة الحوار الوطني التي تشكلت من ممثلي المهنة والفاعلين السياسيين ممثلين في الفرق البرلمانية والوزارة الوصية، وفيما يرجع إلى جلسات الحوار والاستماع ذاتها والأطراف المشاركة فيها والتي أشركت المهنيين والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات المتدخلة في اقتصاد الإعلام والصحافة والاقتصاد وفي التكوين. وقد كانت مدة حوالي سنة من النقاش العمومي ضرورية للتوافق حول خريطة الطريق لإصلاح القطاع وحول أكثر من 600 توصية وعدد من الدراسات الميدانية ذات الصلة بحق الإعلام، وأهمها دراسة سوسيولوجية حول انتظارات الشباب المغربي من وسائل الإعلام ومراكز اهتمامه إعلاميا. ونعود اليوم إلى خلاصات وتوصيات هذا التمرين الوطني لا من أجل الاحتفال بالذكرى، ولكن لأن السياق والتحديات التي تعمل بلادنا على رفعها والتحديات التي يواجهها القطاع ذاته تفرض العودة إلى حصيلة الحوار الوطني ومخرجاته باعتبارها رصيدا مشتركا تم التوافق بشأنه واكتسب شرعية ديمقراطية بشرعية الأطراف المشاركة فيه. وإذا كنا نعيش اليوم سياقات جديدة بتحديات جديدة فإنه ينبغي التذكير دوما بأن الصحافة والإعلام في المغرب لعب دورا حاسما في التحرر من نظام الحماية وبناء الاستقلال وترسيخ ركائز الدولة الوطنية والديمقراطية وحماية التعددية. وعلى الرغم من بعض الفترات الصعبة التي عاشتها بلادنا فإنها توفرت دائما في كل الأوقات على صحافة حرة ناقدة تعددية عاكسة لطبيعة المجتمع المغربي المتنوع والمتعدد والموحد الهوية. وعندما يتعلق الأمر بقضايا الوطن تكون الصحافة الوطنية على اختلاف مشاربها واتجاهاتها معبأة للدفاع عن مصالح المغرب وإبراز مواقفه والتعريف بها. وتستدعي التحديات التي تتعبأ بلادنا خلف جلالة الملك لرفعها اليوم تقوية حقنا الإعلامي من حيث التنظيم والضبط والنموذج الاقتصادي وأساسا من حيث المحتوى وفي محيط إقليمي متموج غير مستقر وغير آمن. أحيانا يثير استقرار ونجاحات بلادنا سياسيا ومؤسساتيا وصعوبها اقتصاديا وتماسكها اجتماعيا حنقة البعض،
ويجعل بلادنا محط استهداف من بعض وسائل الإعلام الأجنبية التي تتعمد التغليظ والخلط والتضليل، مما يلقي بمسؤولية كبرى على إعلامنا الوطني. وتزيد الثورة الرقمية من حجم هذه التحديات لما تتيحه من إمكانيات لنشر الأخبار دون قيد أو شرط مهني، إلى الحد الذي يمكن أن نصف معه حالة استعمالات التكنولوجيا الرقمية في تدفق الأخبار على المستوى الدولي بفوضى. وتطرح هذه التكنولوجيا عدة تحديات أمام المقاولات الصحفية الورقية التي تخوض معركة البقاء بحكم تراجع المبيعات وموارد الإشهار وارتفاع كلفة الإنتاج. على خلفية هذه التحديات وسعيا إلى تجاوزها، نلتقي اليوم في إطار حوار نتوخى منه بلورة مخارج نعتمدها من أجل ضبط حقنا الإعلامي وتقويته وجعله أكثر مهنية. إن الأمر يتعلق برهانات أود أن أتقاسمها معكم كمحاور عامة للنقاش. يتعلق الرهان الأول بتأهيل الإعلام الوطني المكتوب والمرئي والمسموع والرقمي ليكون مواكبا للتموقع الجديد لبلادنا كقوة ديمقراطية وركيزة استقرار إقليمي وقاري ودولي، وقوة صاعدة اقتصاديا منخرطة في رفع التحديات الدولية المشتركة بما في ذلك محاربة الإرهاب وبناء السلم ومواجهة انعكاسات الاختلالات المناخية ورفع رهان الانتقال الطاقي ومعالجة إشكاليات الهجرة والدفاع عن قضايا قارتنا الإفريقية وتحقيق العدالة الدوائية والمناخية للقارة. ويتعلق الرهان الثاني بالتعبئة من أجل ربح رهان الانتقال الرقمي بالنسبة لصحافتنا الوطنية والحيلولة دون استغلال الإمكانيات الكبرى التي تتيحها لنشر الأخبار المضللة والتشكيك في مصداقية المؤسسات أو المس بالأمن العام ببلادنا أو التشهير والتشنيع للآخرين. وينبغي على العكس من ذلك الاستفادة من الفرص الهائلة التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية لنشر المعرفة وتمكين الرأي العام من الأخبار الصحيحة. ويتعلق الرهان الثالث باسترجاع الدور الاستراتيجي للإعلام الوطني في بناء الرأي العام الواعي المدرك لقضايا بلده بما ييسر المشاركة في الشأن العام اقتراعا وتحملا للمسؤولية وتقييما للأداء العمومي وفق ما يكفله الدستور. وفي علاقة بذلك ينبغي أن نؤكد على دور ومساهمة الإعلام الجاد والمسؤول والمواطن في حماية الحريات والحقوق المكفولة في الدستور، وهي رسالة اطلع عليها الإعلام الوطني وساهمت في بناء التوازن في المجتمع وتقوية المؤسسات الديمقراطية. إننا في علاقة بهذا الرهان إزاء مهام التنشئة الاجتماعية والتربية والتقدير والتثقيف ونشر القيم الوطنية والانفتاح والمشاركة والاعتداد والمواطنة والإيمان بالحق في الاختلاف والحرية ومعادلة الحقوق والواجبات. أما الرهان الرابع وهو التقائي فيتعلق بالمصداقية والجدية في الممارسة الصحفية والإعلامية في علاقتها بأخلاق المهنة وأدبياتها وبند الضمير وبالاستقلالية التحريرية، علما بأنني لا أقصد بذلك الحياة وإعمال شعار الخبر مقدس والتعليق حر الذي كان جلالة المغفور له محمد خامس طيب الله طراه قد اختاره شعارا لوكالة المغرب العربي للأنباء سنة 1959. ويعني الرهان الخامس سلطات الضبط لزوطوينتي دو ريكولاسيون السمعية البصرية والمكتوبة الورقية والرقمية ودون المس بحرية الرأي والتعبير. يتضمن الانضباط لقرارات المؤسسات الموكول إليها ممارسة هذه السلطة وفق القانون والقرارات ذات الصلة. وإنني من المقتنعين بأن رصيد وممارسة وآليات اشتغال الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ودورها المواكب لتحرير الأثير وتنوع المشهد السمعي البصري من قنوات تلفزية وإذاعات عمومية وخاصة يعتبر رصيدا وممارسة يمكن البناء عليها.
والاقتداء بها لممارسة طبقة حق الإعلان المكتوب الرقمي بالخصوص. وما من شك في أن المجلس الوطني للصحافة والهيئات المهنية الحاضرة معنا اليوم تتوفر على التصميم والإرادة اللذين يمكنانها من التصدي للانحرافات المهنية والاختلالات والممارسات التي تنتهك حقوق المجتمع والأشخاص والمؤسسات في سياق ممارسة التضليل والخلط والتشييع وفي عدد من الحالات الابتزاز السياسي. وما من شك أيضا في أن ممارسة الطبخ سيساهم في تقوية وحماية الممارسات الجادة والمؤسسات الإعلامية الورقية والرقمية الرائدة التي ينبغي أن نفخر بأداء عدد كبير منها وبالمهنية التي تتصف بها وبدورها الاجتماعي والتوعوي ومساهمتها القيمة في إثراء النقاش العمومي وتحريكه. ويتعلق الرهان السادس بالتكوين واستكمال التكوين ودور مؤسسات التكوين في مهن الصحافة والاتصال والإعلام وتقنياتها العمومية والخاصة، وبجانب التكوين الأساسي الذي ينبغي أن يكون شرطا لولوج المهنة يتعين تمكين المهنيين من التكوين المستمر في التحرير والصورة والفيديو والراديو والرقميات والمونتاج والكاريكاتير، ويتعين أن يكون التكوين في مجال قانون الصحافة والنشر وأخلاقيات مهنة الصحافة التقائيا في منهاج التكوين الذي ينبغي أن يتوازى الرفع من القدرات المهنية بالتحلي لأخلاقية المهنة. حضرات السيدات والسادة، ثمة إشكالية لا تقل أهمية عما سبق، ويتعلق الأمر بما يمكن أن نسميه سوء الفهم بين السياسي والإعلامي الصحفي، والحال أن سوء الفهم هذا ليس بين حقلين أو ممارستين متكاملتين، ولكن بين فاعلين أو بالأحرى بعض من الفاعلين. وتجاوز سوء الفهم هذا هو واحد من أهداف هذا اللقاء، فالسياسي مطالب بالانفتاح على وسائل الإعلام وتوفير المعلومات والأخبار القابلة للاستعمال وللتحليل وللتعليق والنشر المسبق والتلقاء للأخبار وجعلها متيسرة الولوج لدى المصادر الموثوقة والمعروفة والمأذون لها. وفي المقابل ينبغي للفاعل الإعلامي أن يثق فيما تصدره المؤسسات والفاعلون المؤسساتيون والسياسيون من أخبار واستعمالها على النحو الذي يفيد المجتمع ويرفع من مستوى النقاش العمومي. وفي حالة مجلس النواب الذي يعتبر مصدرا هاما للأخبار وفضاء النقاشات العمومية والتفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وينتج وثائق هامة تصل في المعدل، إذا اعتمدنا أرشيف المجلس المرقمن حوالي 260 صفحة يوميا بين مداولات في الجلسات العامة وأشغال اللجان وما يحتضنه المجلس من فعاليات مؤتمرات وأيام دراسية وندوات ومناظرات. نعتقد أننا مصدر يومي غني للأخبار لا نبخل بجعلها رهن إشارة المستعملين. وعوض الأخبار المثيرة، أعتقد أن التحليل النقدي والاحترافي لأداء المؤسسات ومردوديتها وإنتاجها هو ما يمكن أن يفيد الرأي العام في تقدير وتقييم مردودية المؤسسات، علما بأن بعض نزعات مناهضة البرلمانات والديمقراطية لن تسعف أبدا في تقدم المجتمعات. حضرات السيدات والسادة، يكتسي إعلام القرب أهمية خاصة في السياق الراهن المتسم في المغرب بإعمال ورش الجهوية الموسعة، ويفتح هذا السياق آفاقا واسعة أمام إعلام وصحافة القرب الجهوية بالتحديد، مما يتطلب النهوض بمؤسسات إعلامية جهوية تواكب الديناميات الجهوية والمحلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية بالموازاة مع تشجيع الإعلام الجمعوي في سياق يكفل فيه دستور المملكة حقوق أساسية للمجتمع المدني من باب الديمقراطية التشاركية والمواطنة. في هذا الصدد ينبغي أن نقدر حجم التحولات الهيكلية والتقدم الهائل والنهضة التي تتحقق بأقاليمنا الجنوبية، إنها قصة نجاح
وتصميم أمة على ترسيخ حقوقها الترابية تستحق المواكبة الإعلامية المتواصلة من جانب إعلام وطني وجهوي محترف وقوي من حيث المحتوى ويتوفر على مواصفات مهنية. وترتبط هذه القوة في جزء منها بالتمويل ومصادره، وخاصة الإشهار والتوزيع والتحفيز على القراءة واستهلاك الأخبار. وينبغي لنا كسلطتين تشريعية وتنفيذية وممثلين للمهنيين وهيئات الضبط أن ننكب على إيجاد المخارج الناجعة واعتماد السياسات التي تكفل تقويتها واستدامتها كمقاولة خاضعة للحكامة الجيدة. وينبغي في هذا الصدد الحرص على ربط التمويل والوصول إلى موارد الإعلانات بالمهنية واحترام شروطها واحترام قوانين التشغيل المهني. حضرات السيدات والسادة، في سياق دولي مطبوع بعودة الأفضليات الوطنية وازدهار الأنانيات وخطابات الانطواء، يتعين العمل معا على تحفيز الإعلام الوطني على الاشتغال على أساس منطق الأمة لنصر والانتماء الوطني، خاصة وأن حروب اليوم لا تشبه حروب الأمس، فوسائلها متعددة والإعلام واحد من هذه الأسلحة الجديدة. لقد نجحنا في المغرب في ربح رهان الاستقرار وبناء المؤسسات وترسيخ الديمقراطية التعددية، وحسمنا الإشكاليات السياسية بفضل حصافة وبعد نظر ملوك المغرب جلالة المغفور له محمد الخامس وجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس أطال الله في عمره. ومطروح علينا اليوم ترسيخ تموقعنا قوة ديمقراطية اقتصادية محورية صاعدة، ولست في حاجة إلى إعادة التأكيد على دور الإعلام في هذا البناء وفي الدفاع عن مصالح المغرب الاستراتيجية والحيوية وفي الرفع من مستوى النقاش العمومي. من أجل كل ذلك أؤكد لكم استعدادنا الدائم في مجلس النواب للحوار ولاعتماد التشريعات التي من شأنها أن تسعف في تقوية الإعلام الوطني وإغنائه وتقديره. شكراً على إصغائكم.